حاله خاصه اللي هي فد ميكانيزم حاله خاصه بالسسبنشن. شنو هو السسبنشن شباب؟ انتوا اخذتوا سوليوشن. سوليوشن هو لما يكون الادراك سوليبل بالسولفنت مالته، جبنا شكر خليناه مي، هذا سوليوشن. ايش وقت يكون سسبنشن؟ لما يكون سلايكلي سوليبل ان ووتر او يعني ان سولفنت، مثل طباشير او بعض الادويه قليله الذوبان بالماء. فهذا شيء نحضر عاده سسبنشن، شلون تاخذ الخطوات والتكنولوجيه شنو بتفاصيل السسبنشن. عاده عندنا مثلا تخيل طباشير طحنته وخليته بالماء، فهذا الطباشير راح يترسل اذا ترجع يمتزج، لكن حتى اضمن يكون هوموجينيوس ليكويد لازم اضيف له ماده تساعده على البقاء منتشر، وهذا نسميه سسبندنج ايجنت. تاخذون تفاصيلها كلها بالصف الثالث ان شاء الله. ما يخصنا شنو اللي يصير بالسسبنشن شباب؟ السسبنشن قلنا سلايد ديسولبل ان سولفنت نوتر، فسلايد ديسولبل ماكو شيء نيفر سولبل يعني ان سولبل 100%، لا اكو جزء يذوب واكو جزء ما يذوب يبقى. فاذا اخذنا مثال، انا جبت 100 ملغرام من الدراج، ذوبانيته 10 ملغرام بال 100 مول. ايش راح يصير؟ من جبت ال 100 ملغرام وخليته، ال 10 ملغرام راح يذوب ويبقى 90. هذا ال 90 يبقى انسوليبل. يبقى انسوليبل يبقى معلق بالسسبنشن. اللي يصير شباب شنو الحالة الاستثنائية في هذا الموضوع؟ الحالة الاستثنائية جينا لنحكي عن degradation in general، فعادة لما يكون الادراك soluble بالسولفنت، من جينا قلنا اسبرين وخليناه بمي، لازم يكون يذوب حتى يتحقق. فهنا ايش راح يصير شباب؟ العشرة ملغرام راح يعاني تحطم حال الاسبرين، يتحطم عادة follow first order. فنقول عليه هذا الجزء اللي بالسوليوشن يعني هو دائم. ايش بقى لنا 90 ملغرام؟ شلون راح يتعامل 90 ملغرام شباب؟ المميز بهذه الحالة، المميز يصير شباب هذا العشرة ملغرام تصير حالته حال لعبة الطاولة. فريق الكرة القدم 11 نفر دا يلعبون، من ينكسر واحد شو يسوون؟ يشيلون يجيبون احتياط، يبقى العدد زين 11. هنا شو يصير شباب بالنسبة للسسبنشن؟ العشرة ملغرام تحطم من عنده واحد ملغرام، شو يجي مكانه؟ يجي من التسعين اللي قاعد ستاند باي اللي مذايب، يدخل مكانه ويبدي يتحطم. فلذلك العشرة الملغرام شكلها الخارجي كأنه كونستان، شكلها الخارجي شنو؟ كأنه كونستان، بس هي بالحقيقة تتحطم. زين ليش؟ لأنه أكو رصيد أو احتياط ليعوض عنه، فيكون شكل كونستان. لذلك هنا خصوصية السسبنشن شي يسموه شباب apparent zero order. apparent zero order الكونسنتريشن مالته تكاد تكون كونستانت مثل الزيرو اوردر. الزيرو اوردر الكونسنتريشن ما يأثر، فهذا كذلك الكونسنتريشن ما يأثر. بس بالحقيقة داخل المنظومة كلها بالسوليوشن اكو ديجريديشن، هذا الديجريديشن فولو فيرست اوردر. تلاحظون شلون يعني العملية الشكل الخارجي زيرو اوردر، الشكل الداخلي الحقيقه الداخليه هو فالو فيرست اوردر. السبب لخصوصيه هذا الموضوع السسبنشن اللي هو موفر احتياط للاشخاص اللي يتكسرون. يتكسر واحد غرام واحد ملغرام يجي مكان واحد ملغرام. شلون نتعامل ويا هذا شباب؟ شلون نتعامل كمعادلات؟ شوفوا شباب، نقول احنا هسه نتعامل انه كنعامل معاملة الفيرست اوردر، الناقص دي سي على دي تي يساوي كي في الكونسنتريشن. كي في الكونسنتريشن هنا الكونسنتريشن شباب، الكونسنتريشن هو يعادل اللي احنا ايش قلنا لكم؟ ايش قد دايب 10 ملغرام اللي هو يساوي يا باراميتر نسميه سوليبلتي. شنو هو تعريف السوليبلتي؟
اما انتم بدراج هزار مو تمام؟ فمن قلت لكم 10 ملي جرام ذهب هذا يعادل السوليبلتي. فهذا السوليبلتي شباب، السوليبلتي شوفوا شباب الكي ثابت والكونسنتريشن ثابت. ليش؟ لان تعويض زين اثنيناتهم يشيلهم راح اخلي مكانهم كي. فالمعادله النهائيه صارت شباب ناقص دي على دي تي يساوي كي زيرو. شكل الخارجي صار زيرو زيرو، لكن من يجي تفسخ الكي زيرو هنا مو الزيرو الحقيقي، الكي زيرو طلعت كانه كي فيرست اوردر في السوليبلتي. كي فيرست اوردر في السوليبلتي دخلنا بالتفاصيل. شفتوا شلون شباب؟ شكله الخارجي زيرو اوردر، لكنه من تيجي بالتفاصيل تدخل تشوفه. لذلك الكي زيرو شو يساوي؟ اعطينا رمز اف حتى تعرفون كي فيرست في السوليبلتي. واضحه الفكره شباب؟ هذه خصوصية السسبنشن. زين واضحة لو عيدها شباب السسبنشن. زين وناخذ ان شاء الله مثال عليه بالمحاضرة الأخيرة. نيجي على السكند أوردر. السكند أوردر الحقيقة على الأغلب عندك عندي تو رياكتنت A و B. هاي الرياكتنت يتفاعلون ويصير عندنا برودكت، مو تمام؟ اي زائد بي يصير عندنا برودكت. المعادلة مالته ناقصا دي اي، تركيز الاي على دي تي يساوي ناقصا دي بي على دي تي وي يساوي كي في تركيز الاي في تركيز البي. منين جت كلمة سكند؟ عندنا تو كومبوننت، تو كومبوننت، بينما بالفيرست ايش عندي؟ كي في كونسنتريشن واحد. بالزيرو ايش عندي؟ كي فقط ما عندي كونسنتريشن. زين شباب بالسكند اوردر هنا راح تواجهنا نقطة مهمة شباب، ما واجهتنا من الزيرو ولا الفيرست. بالفيرست والزيرو لما عندي الرياكتنت يتكسر جزء من عنده، زين هذا الجزء يتحول شنو؟ رياكتنت من يتحول يتكسر جزء يتحول الى شنو؟ لا برودكت، يعني اسبرين 100 ملي جرام من يتكسر 20، يعني 20 وين صارت؟ يعني الكوانتيتي رياكتد جيت واضحه اللي هي 20. بالسكند اوردر عندنا لا، عندنا فاريبل جديد. شنو هو شباب؟ ليش الفاريبل جديد؟ لان عندي اثنين اي زائد بي يتفاعلون زين ينطون البرودكت. هذا التفاعل مو رايسين يصير الاي مع البي كله، لا مع مرور الوقت. مثلا بالساعه الاولى 10 ملي جرام من الاي زائد 10 ملي جرام من البي. هذه قيمه ال 10 ملي جرام راح نرمز لها اي اكس، هي concentration of species reactive. ليش هذا نحتاج هالقيمة شباب؟ لأن عندي two component. بالأي ما احتاجه. ليش؟ نقصان الأي هو عبارة عن كمية reactive واضحة. هنا ليش صارت عندنا هيك؟ ليش شباب؟ لأنه لو فرضنا أخذت 100 ملي جرام من أي زائد 80 ملي جرام من بي، مع المرور ساعة التفاعل يصير 10 من هذا و10 من هذا، فصارت عندي قيمة الـ A مختلفة، قيمة الـ B مختلفة، قيمة الـ X مختلفة. عرفت شلون؟ تاجينا لهذه الـ variable الجديدة اللي هو الـ X. أوكي؟ هنا الحقيقة عندنا بالنسبة للـ second order اللي هو B2 component عندنا 3 possibilities. شنو هاي possibilities؟ تتعلق بالـ concentration of initial concentration قبل البداية. الحالة البسيطة الأولى لما يكون تركيز الـ A يساوي B، يعني بديت 100 ملي جرام من A مع 100 ملي جرام من B. فبهالحالة شباب معادلة ما أدري ايش راح تصير، X على A، شوفوا ماكو B، small B يمثل تركيز الـ B، لأن الـ A يساوي تركيز الـ B. فالمعادلة مختصرة يعني أقل تعقيدا. الـ X على A في A minus X يساوي K، هاي المعادلة في حالة
حالة عندي initial concentration the same. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية شباب لما A و B not in equal concentration but difference in concentration not big, يعني واحد 100 ملغرام الاخر 80 بس انا هسه صارت قيمة للبي فلازم ادخلها بالمعادلة. زين فمعادلة شوفوا شباب 2.303 على A small minus B اللي هو ال 80 وال A هو ال 100 لو في بي في المطلوب مضروب في اي ماينس اكس على اي في بي ماينس اكس يساوي نيجاتيف. زين الوحدات مال السكند اوردر هي لتر على مول في سكند, لتر في مول سكند مو مثل الزيرو اوردر مول في لتر ماينس 1 سكند ماينس 1, هذا لا لتر في مول ماينس 1 سكند ماينس 1. الهالف لايف طبعا الهالف لايف مال مال السمبل وان يساوي واحد على اي في كي, الهاف لايف يساوي واحد على اي في كي. اذا هذه الحالة الثانية لما يكون different concentration بس الديفرنس بسيط يعني مو كي كبير. هذا الاكس هي concentration of species reacted من الاثنين. احنا قلنا اذا 100 بثمانين بدينا التفاعل الساعة الصفر ورا ساعة 10 ملغرام تفاعل من البي مع 10 من الاي, هذه العشرة هي قيمة الاكس اللي هي قيمة الاتفاعل بالضبط اللي المفروض العشرة تحولت الى بروجكت. بينما بالفرست كان عندي الاي اسبرين 100 ينقص 10 هي العشرة الرياكتد نفسها والعشرة هي اللي صار بروجكت واضحة ما يحتاج قيمة إضافية. هنا لين عندي اثنين صارت قيمة إضافية. زين نيجي على الحالة الثالثة اللي همي لها خصوصية. شنو هاي الحالة الثالثة؟ لما يكون عندي two component different concentration لكن الdifference كبير, يعني واحد 100 ملغرام والاخ 1000 ملغرام. هنا ايش راح يصير عندنا شباب؟ هم راح يصير عندنا حالة استثنائية. الميت ملغرام مع الالف شي يصير شباب؟ من يتفاعل اول ساعة 10 ب 10 العشرة من المية يجد ستة 10% العشرة من الالف يجد هذا التغير من التركيز العالي يكاد يكون معدوم وفي الكونسنتريشن مال الكمية الكبيرة يكاد يكون كونستنت. فهنا هم راح تواجهنا اختلاف او تغيير. فش راح نقول شباب؟ راح نقول A مع B زين A مع B يساوي ناقصا DB على DT يساوي K في A في B زين. لما الـ A هو الكمية الكبيرة الـ A كأنه كونستانت والكي كأنه كونستانت راح شينه وخلي كونستانت جديد اخلي كي برايم زين. هو كان شنو كي في اي في بي باعتبار مكونين لان كان احد المكونات كأنه كونستانت فصارت المعادلة مالتي كي برايم في بي. بس هاي شكل المعادلة اما تشبه ها لا أو منو شو يسمي first order. إحنا شقلنا نباها عليني كم مكون هنا بالزيرة واحد بالفيرست إثنى واحد بالسكند إثنى اثنين تمام. بس هذا شكله صار شنو يشبه الفيرست اللي هاك سموه سودو first order. هم مكونين بالتفاعل لكن واحد مؤثر والآخر غير مؤثر. واضح شباب؟ الكي برايم من جدي كي الطبيعية اللي كانت في أي تركيز أو الكمية الكبيرة اللي هو كأنه كونستنت. شوف شباب هذا هو الكينيتك ستدي. احنا ندور على شيء مؤثر فقط مو الموجود. فنشوف هذا شلون اكتشفوه شباب؟ شلون اكتشفوه؟ بطريقة بسيطة. شو سووا؟ اجوا شافوا سرعة التفاعل مرة زايدة وتركيز الأي مثلا ضعف شافوا سرعة التفاعل زادت لو لا. مرة زايدة وتركيز البي شافوا سرعة التفاعل زادت لو لا.
فشافوا انه من يزيدون الاي ما يزيد سرعة التفاعل، بينما من يزيدون البي يزيد سرعة التفاعل. هي لا او الكمية الكبيرة اللي غير مؤثرة اللي تقريبا كوليسترول او البي، لذلك دخل بالتفاعل، دخل بالمعادلة، لذلك صار اهتمامنا وين فقط بالكمية الصغيرة اللي هو اللي دا يأثر على سرعة التفاعل. شلنا علاقة بعد بالاي اللي هو ما دا يأثر. زين هذه الفكرة. هسه تقريبا احنا اخذنا الزيرو والفيرست والسكند، خلصنا تقريبا. واضحة شباب؟ هسه نيجي تقريبا خلصنا المحور الاول، نيجي على المحور الثاني. هي طبعا المحور الاول كان هو نركز على الميكانيزم اوف باثوي او شو اسمه، بس انتبهتوا انه احنا اخذنا عامل مهم اللي هو التركيز. بالزيرو كان التركيز ما ياثر، بالفيرست التركيز واحد من الرياكتر كان ياثر، بالسكند كان اثنين. عرفت شلون؟ اذا هذا الفاكتور الاول اللي درسناه بس عن طريق الباثوي او الميكانيزم. زين هسه نيجي على عامل مهم اللي هو درجه الحراره. كنا نعرف انه درجه الحراره ياثر. الحقيقه هذه عدة نظريات، واحدة من النظريات نظرية الكوليجن، نظرية التصادم. يقول كل ما تزيد درجة الحرارة كل ما سرعة الكاينتيك انرجي اوف مولكيولز التصادمات تزيد، كل ما التصادمات نسبة التصادمات تزيد فالتفاعل راح يزيد. هذه نظرية، طبعا نظرية أرينيوس اشتغل على هالنظرية. زين فالرجال سوى بعد ما درس بالمختبر واشتغل على التجارب العملية، طلع معادلة ربط بين درجة الحرارة والكي، اللي كي اللي هو ريت كونستانت، يعني اللي هو يمثل السرعة. طلع هاي المعادلة كي يساوي اي في اكسبوننت تو دي باور ماينس انرجي اوف اكتيفيشن على ار في تي. الاي هو كونستانت شباب، الانرجي اوف اكتيفيشن تقريبا هم كونستانت. زين الار هو غاز كونستانت تعرفوا. التمبرتشر تشوفون العلاقه بين التمبرتشر والكي، كل ما يزيد التمبرتشر كل ما الريت الريت اوف دي رياكشن انكريز موستلي. طبعا موستلي التمبرتشر. اذا سوينا اشتقاق لهذه المعادله راح نحصل على المعادله التاليه، لوج كي يساوي لوج كي ماينس انرجي اوف اكتيفيشن على 2.303 ار في 1 على 2. هاي المعادلة احنا رتبناها بهالطريقة حتى نحصل على معادلة الخط المستقيم، وقلنا لكم احنا ندور على العلاقة الخطية ومعادلة الخط المستقيم. فويا يا شباب تقدرون تشوفون نسوي الريتمت ويا معادلة الخط المستقيم. وين الواي؟ لوج الكي والواي. وين الاكس؟ لوج الاي. هذا الاي اي لوج الاي. لوج الاي لوج الاي الاكس هو 1 على تي. احنا ليش رتبنا بهالطريقه 1 على تي؟ كل شيء قدام الاكس هو السلوب الميل، وبعد الاشاره شنو هو الانترسيت. لوج اي هو الانترسيت. انتبه على الاي يسموه ارينيوس فاكتور، جاي من ارينيوس، او يسموه فريكوانسي فاكتور. الاي اي هو انرجي اوف اكتيفيشن، الار هو غاز كونستانت. عاده تعرفون القيم الار اللي هي 3 قيم حسب الوحدات، وحده من قيم الكالوريز وهي 1.987 كالوري بير ديجري فير في مول او في مول في ديجري. تمبرتشر عادة يكون بالابسولوت تمبرتشر. شوفوا هذا الرسم شباب، 1 اوفر تي مع لوج كي، 1 اوفر تي مع لوج كي. كل ما يزيد درجة الحرارة كل ما الكي راح يزيد. زين الانترسبت هو لوج اي، السلوب هو ماينس انرجي اوف اكتيفيشن على 2.303 ار. اذا حصلنا على علاقة خطية بين التمبرتشر، علاقة خطية بين التمبرتشر والكي. زين اذا كل ما نزيد درجة الحرارة كل ما راح نحصل
نسرع من الرياكشن. يا رياكشن شباب اللي احنا بنتابعه من بدايه المحاضرات هسه يا ديجريديشن بروسيس، ديجريديشن بروسيس اوف دراج. اوكي أرينياس، أرينياس قال أنا أقدر أشتق من هذه المعادلة معادلة ال two situation or two cases. هذه two cases شنو قصده؟ قصده إذا درس ال K at temperature معينة راد يعرف ال K at other temperature. يعني أنا درسته بالروم temperature وارد أعرفه بالثلاجة. زين درجة حرارة الثلاجة إيش قد راح يكون ال K؟ ممكن أستعمل هاي المعادلة المشتقة هي لو K two يعني temperature 2 على K1 يساوي energy of activation على 2.303 R في T2 minus T1 على T2 في T1. اوكي okay. اذا هذا اول تطبيق. اذا انت عرفت temperature الK certain temperature تقدر تعرف الK other one. هسه نيجي شباب، هسه هذه اول تطبيق للكاينتيك ستدي، هو حساب الاكسباير ديت باستخدام باستغلال هذه العلاقه الخطيه بين درجه الحراره والكي. احنا قلنا التمبرتشر شو يسوي؟ راح يسرع لي من عمليه الديجريديشن. فلذلك ايش راح نسوي شباب؟ راح استغل هاي العلاقه الخطيه زين لمعرفه لحساب الاكسباير ديت. ايش راح نسوي شباب؟ راح اذا تشوفون في اليوم تروحون المختبر الصناعيه عندنا ثلاث افران كبيره، كل فرن اول فرن الاول 40 درجه مئويه والثاني 50 والثالث 60. يعني احنا ليش اختارينا ثلاثه حتى نقدر نرسم علاقه خطيه، ثلاث نقاط اقدر ارسم بيناتهم خط. زين شلون راح استغل هاي العلاقه اللي هي بين التمبريتشر والكي؟ زين ايش راح اسوي شباب؟ راح اجيب المستحضر مالتي واسوي ثلاث وجبات، ثلاث مجاميع، كل مجموعه اخليها فرن ابو ال 40 وابو ال 50 وابو ال 60. شو اسوي؟ اتابع على مدى اربع اشهر. شو اسوي؟ كل اسبوع اروح اخذ عينه، اخذ عينه واحللها واشوف التركيز ايش قد. فايش راح يصير عندي جدول شباب؟ ابو ال 40 درجه راح يصير عندي تايم وكونسنتريشن، اكيد راح ابي 100%. والاسبوع الاول راح يصير عندي 80، الاسبوع الثاني راح يصير عندي 60، الاسبوع الثالث فصار عندي كونسنتريشن مع التايم. وي اسيوم ذيس ديجريديشن فولو فيرست اوردر، على الاغلب الديجريديشن فولو فيرست اوردر. فشلون شو اسوي شباب؟ صار عندي تايم مع كونسنتريشن، شو اسوي؟ اخذ اللود الكونسنتريشن، اخذ اللوج وارسم العلاقه الخطيه بين التايم واللوج كونسنتريشن. المفروض يطلع لي عندي علاقه خطيه زين مال الاربع اشهر. اجمع الارقام مال الكونسنتريشن مع التايم، اخذت اللوج، رسمت اللوج مع التايم. زين شو استفاد من عنده شباب؟ من خلال العلاقه الخطيه راح اطلع الكي. زين اطلع الكي، هذه الكي شو اعتبرها؟ كي بدرجة حرارة 40 وكي بدرجة حرارة 50 وكي بدرجة حرارة 60. زين هذين الثلاثة راح يصير ثلاث كيات. هاي الثلاثة كي بما انه عندي علاقة خطية بين الكي و 1 over T فاقدر شو اسوي؟ اعرف الكي at room temperature. اذا انا اشتغلت الكي بال 40 وبال 50 وبال 60 حصلتهم من خلال التجربة. الكي هم ال 25 احصلها من خلال extrapolation of straight line of relationship between K and 1 over T. زين من حصلت الكي at 25 degree اللي هو درجة حرارة الغرفة اقدر احسب الاكسباير ديت او اللي سميناه shelf life. وإذا تذكرون الشيلف لايف مال فيرست اوردر هو 0.105 على كي، 1.05 على كي. هسه راح اجيكم بالتفصيل شباب. هسه هذا الفرن الاول،
رسمت اللو كونسنتريشن مع التايم، افترضنا انه فيرست اوردر، فرسمت الخط من خلال السلوب اطلع الكي، صار عندي كي 14. هذا العلاقه مال الفرن الثاني 50، رسمت العلاقه الخطيه بين اللو سي مع التايم فطلع عندي كي 50، وهذا اصبح من عنده كي 60. زين الخطوه اللي وراها، شوفوا شباب الكي 60 كي 50 كي 40 ذني حسبتهم من الافرام والعلاقه الخطيه بين اللو كونسنتريشن مع التايم. ال 25 ما عندي، أمد الخط لل 25 طلعت اللو كي، أنتي لو طلع الكي، من طلعت الكي القانون عندي ما شافه شي يساوي 0.105 على كي. زين هنا حسبت الشيلف لايف اللي هو الاكسباير ديت، شيلف لايف اللي هو التايم، الفترة اللي راح يبقى مثلا سنتين، سنتين ونص، ثلاث سنين، هو الاكسباير ديت. نجيها بالعكس، نجيها بالعكس حتى تترسخ الفكرة منها. قلت لك احسب لي شيلف لايف مال هذا المستحضر بدرجة حرارة 25. قلت لي شيلف لايف يساوي 0.105 على كي، بس درجة حرارة الغرفة أو الصيدلية ما يخلي بالخمسين ولا يخلي بالأربعين، يخلي بدرجة حرارة الغرفة، تمام؟ والمخازن كذلك أقل شيء درجة حرارة الغرفة. الكي 25 نوع عندي، مين أجيبه؟ أجيبه من علاقة الـ 1 over D مع اللوب كي. زين هذه العلاقه شلون اكملها؟ يراها ثلاث نقاط. هاي النقاط منين اجيبها؟ اجيب احتاج كي 40 كي 50 كي 60. زين كي 40 و 50 منين اجيبهم؟ كي كل كي اجيبه من فرن من الافران، كل فرن راح يوفر لي علاقه اللو كونسنتريشن مع التايم. ارجع من دوله منين اجيبهم؟ ابو 40 علاقه اللو كونسنتريشن اللي حسبته من الافران على مدى 4 اشهر مع التايم يطلع لي السلوب، اطلع السلوب اقول السلوب يساوي ماينس كي على 2.3 او 3، حصلت الكي. شفتوا شباب التطبيق العملي اول تطبيق، واني خلال 4 اشهر قدرت احسب اكسباير مال سنتين او ثلاث سنين. اختصرت العمليه، سويت اكسبكتيشن، سويت بريدكشن، سويت توقع. واضحه؟ من خلال شنو؟ من خلال علاقه انه تاثير الحراره على من؟ على السرعه. كانه سويت سرعت العمليه وحسبت البروسيس ايش قد تاخذ. واضحه لو عيدت؟ إذا شفتوا شلون استغلينا العلاقة المختبرية العملية من خلال المعادلات الرياضية إلى تطبيق عملي ممكن استخدمه لاستفاد من عنده. إذا هذا حسبنا الشيلف لايف باستخدام علاقة درجة الحرارة مع شنو؟ مع الكي. شباب احنا اخذنا الكونسنتريشن كفاكتور، اخذنا درجه الحراره كفاكتور، هسه نحكي على الاغلب نحكي لما نضرب بالسوليوشن ايش عندنا؟ سولفنت. فهذا السولفنت له مواصفات، له عامل مؤثر. فاول عامل مؤثر هو البولاريتي اوف سولفنت. انتوا اخذتوا البولاريتي، تعرفون شنو البولاريتي؟ افكت ذا ريت اوف رياكشن ديبندينج اون بولاريتي اوف رياكتنت. إذا البولاريتي اوف سولفنت اللي راح تخليه لتحضير شراب، خطره مال عين، انجكشن سوليوشن، فانت لازم تخلي بالك. يعني شوفوا شباب، انا ترى انا بس بدي اوضح لكم البرنسبل، وهذا صار نقاشي ويا اساتذه بقيه الكليات، حاولت جمعتهم بجروب وانطيتهم محاضراتي حتى يعتمدوها للامتحان الوزاري.
فهواي امور انا مختصر لكم اياها من الكتاب، ما دخلت بالتفاصيل. فمن حكي وياي قلت لهم هذول مستوى صف ثاني ان شاء الله بالدراسات العليا ياخذون التفاصيل. القصدي انه صرنا ما دخلنا بالتفاصيل. هالسولفنت مؤثر، طبعا مؤثر. شلون ياثر؟ من خلال البولاريتي. البولاريتي مال سولفنت مع البولاريتي مال رياكشن. افكت اوف ايونيك سترينث، اخذت الايونيك سترينث تعرفون هو عامل مهم بالسوليوشن، خاصه لما عندي ايونيك كومباوند. اذا نيوترال كومباوند ما عندي شيء، ما يجي الايونيك سترينث. بس اذا كان عندي ايونيك كومباوند، اذا كان الادراك او الاكسيبينت النازل بالمحلول، فالايونيك سترينث افكت ذا ريت اوف ريكشن وايل نيوترال مولكيول ذا ريت اوف ريكشن اندبندنت اون ايونيك سترينث. واحدة من العوامل the properties of solution هو الايونيك سترينت. بعد عامل اخر الدايلكتريك كونستانت. الدايلكتريك كونستانت هو ميزة من ميزة السوليوشن for ionic reaction. كذلك between ion of opposite sign and increase with dielectric constant of the solvent result in decrease in the rate constant. من يعرف عنده فكرة عن دايلكتريك كونستانت؟ تقريبا هو انديكيتر اوف بولاريتي. لما زين مثلا يقول لك زيد الدايلكتريك كونستانت، شلون زيد الدايلكتريك كونستانت؟ انت كصيدلي وقاعد بالمعمل او بالصيدلية، شلون زيد السولفنت عندك السوليوشن وزيد الدايلكتريك كونستانت مالته او تقلله؟ بالضبط. ايه تذكرون هذا الجدول مال دايلكتريك كونستانت قيمته اعلى واحد من كان الوتر ورا يجي تخريط حسب ما اتذكر ميثان او ايثان او جلايكول. تمام. فانا اتلاعب بنوعيه السولفنت ازيد واقلل حسب الدايلكتريك كونستانت مالته. فاذا قصدي الوجود التغيير بالسولفنت يغير بالدايلكتريك كونستانت ويأثر على ريت اوف ديجريديشن. تشوفون هاي التفاصيل الدقيقة هي اللي بندور عليها، هي اللي تأثر على الاستابلتي أو الدراج. يقول إذا كان عندنا opposite charge نكريش بالدايلك كونستانت يقلل من الريت كونستانت، بينما إذا كان like charge نكريش بالدايلك كونستانت result in increase. هذه بصراحة كلش مختصر لكم إياه، بس حتى تعرفون أكو عامل آخر. هسه صار عندنا concentration temperature solvent effect اللي هو اللي يمثل البولاريتي ايونيك سترينت دايلكتريك كونستانت. لاني ما دخلنا بيها زين. بقى عامل واحد نسميه الكاتاليسيس، راح اشرح لكم اياه ان شاء الله في المحاضره القادمه.